الجهات او المواضيع اللي بيطلع عليها فعلا مثلا لما يطلع المبنى تبعك يعمل لك انسبكشن بعد انتهاء عمليه الانشاء للمشروع تبعك راح اقسمها لثلاث نقاط. يعطيكم العافيه. في فيديو الثاني راح احكي برضه جزء جديد عن ال 7 ديفنس تشيك وهو متعلق بالفاير الارم سيستم واللي هون بيتم فيه فحص الفاير الارم سيستم كامل. من الاشياء اللي بتطلع عليها الدفاع المدني السبرينكلرز, بتطلع على الهيت ديتكتر, بتطلع على السموك ديتكتر, بيطلع على البامب روم بيتم عمليه فحصها لحتى يتاكدوا مثلا كل هاي الاشياء لحتى يكون فحص الفاير الارم شامل وكامل.